حاطين هستأذنكم بس هقعد على حضراتكم فيديو لمدة دقيقتين لحد ما بقيت الناس تطلع عشان وقت الجمعة، تمام؟ تمام؟ هنبدأ نطبق إن شاء الله النموذج رقم 6، هيبقى معانا باشمهندسة حنين ماهر. النموذج ده فيه تفاصيل كتيرة جدا هنستفيد منها. قبل ما نعرض التطبيق بتاع باشمهندسة حنين ماهر، باشمهندسة دنيا علي هتعرض لحضراتكم الشكل السقف النهائي الشيت رقم 5. ده كده هيكون شكل الشيت النهائي للنموذج رقم 5. حطيت فيه البلان وحطيت كل الحاجات اللي انا مستخدماها، الجبسون بورد والدهان اللي واخده والخشب اللي متركب في السقف وحدات الاضاءه. وزي ما قلت لكم احنا الحاجات دي بنعمل لها اختصارات علشان بعد كده بنبقى عاملينها في شيت بره، اللي هي الاي جي 01 ده مثلا ببقى كاتبه بقى السبوت لايت ده اجيبه منين وبكام والشركه اللي بتعمله اسمها ايه وهكذا. بس ودي صور بتاعه التطبيق. عايزة أشكركم جداً على متابعتكم النهاردة، وهنتظر إن شاء الله أشوف التطبيق منكم، وشكراً لكم. شكراً لك على متابعتك النهاردة، وبانتظار إن شاء الله التطبيق لكل الناس اللي حضر النهاردة علشان نشوف النتائج إن شاء الله. شكراً لك يا دنيا، باشمهندسة حنين ماهر، اتفضلي بعد إذنك. يسعد مساءكم جميعاً، معكم المهندسة حنين أبو هولة، خريجة عمارة داخلية. بدأت كورسات مع البشمهندس محمد الكاشف في 2021، وطبقت معه 4 ورشات لحتى الآن. كانت أول ورشة بدأتها معه من النظام الثاني اللي هي شايفينها أباركو، كانت هاي الورشة صعبة جدا بالنسبة لي، كنت حاسة أني تايهة فيها، يعني مش فاهمة إشي ولا فاهمة السيستم. وبدأت شوي شوي أحضر وأتابع مع البشمهندس، وفعلا بدأت أطلع شغل زي ما أنتوا شايفين. بس إيش، أنا أحبطت حالي، ما كنتش راضي كتير عن النتائج فما قدرت أكمل. بعديها اختفيت شهور، بعديها رجعت واعتذرت تاني من البشمهندس، وبدأت ورشة جديدة كانت من النظام الأول، كانت عبارة عن مطبخ، وبدأت أحضر وأتابع مع البشمهندس. كانت نوعا ما الإشي أسهل علي لأن كنت بدأت فهمت السيستم الورشة كيف بكون، والبشمهندس كان برضو حدث كتير في الورشة وفي سيستمها والنظام، ففرق معايا جدا، استفدت جدا منها وقدرت أوصل لمستوى ما كنتش متصورة إن أوصل له. زي ما أنتوا شايفين يعني الصراحة أنا ما كنتش أتوقع في يوم من الأيام إني حطلع هيك شغل وعلى الأوتوكاد. بعد هيك بدأت بورشة تانية كانت غرفة نوم برضو من النظام الأول، ومع كل ورشة بكون فيه خبرة واستفادة أكتر. هاي الصورة بتوضح الفرق بين المستوى كيف لما نبدأ الورشة وكيف في الآخر عند المرحلة النهائية في التفنيش. هاي بلان الأثاث، بنحط قطاع الأثاث بمقاساته الصح هنا وبندرس مسارات الحركة. هاي بلان البلاط، بنوزع البلاط كيف بناء على التصميم بالمقاسات الصحيحة. هنا بلان السائف زي اللي حنشرحه هالإيتا. في هنا بلان الكهرباء، بنوزع المفاتيح والأباريز والأكواد زي ما انتم شايفين. وهنا القطاعات بنبدأ نرسم كل إشي بالتفصيل بنوقع على في البلانات بنوقع على القطاعات. هنا برضو هذه ورشة نظام تاني بدأتها استوديو بعد الورشة اللي قبلها. هنا بلان الكود، هاي بلان البلاط السائف. هذه الورشة حاليا احنا فيها في النظام الثاني، البشمهندس في النظام الثاني بيعطي محاضرات خاصة مثلا في شرح الأبواب تفاصيل الأبواب. الأمانة كانت الاستفادة رهيبة جدا في تفاصيل الأبواب، يعني أنا كنت صفر في طريقة رسم الأبواب، يعني وصلت لدرجة خبرة كبيرة ما شاء الله فيها. أنا مطلع عينهم بصراحة في تفاصيل الأبواب يعني. بس والله إحنا مبسوطين جدا ومستمتعين يا بشمهندس. لا بالعكس، تعلمنا كتير يا بشمهندس والله، يعني شفنا أبواب جديدة وتعلمنا بنرسمها إزاي وكل التفاصيل بتاعتها أفادتنا. يعني أنا حبها جدا، صار عندي إدمان على التفاصيل أبدا، كل ما أشوف باب بعد أركز فيه. هنبدأ في بلان السائف. هبدأ في البداية هاي المشروع اللي هنشرح عليه. موجود عندكم. أول مرحلة هنحكي هشرح فكرة التجاليد وكيف فكرة التصميم كله عموما. هنا هتلاقوا عندكم في المخطط أنا أسقطت السماكات التجاليد، بس هعطي فكرة عنها.
عندي هنا في الحيطة هذه هنا في سماكة جيبسون بورد 10 سم حتكون، هنا في عندي سماكة ستارة حتكون 25 سم تقريبا زي ما انتو شايفين، وهنا برضو في إضاءات مخفية مع جيبسون بورد وخشب، فبرضو سماكتها حتكون 10 سم عشان الهيكل. منطقة التلفزيون حتكون مع شو اسمه مع خزانات، فسمكتها حيكون إلى سماكة 35 سم تقريبا. هنا فكرة الجبس، حيكون الجبس حيكون هنبدأ نشرح فكرة الجبس. حيكون عبارة هنبدأ نشرح فكرة الجبس. هنا اللي حيكون في شوية فرق عن التصميم، لأنه هنا في التصميم يعني التصميم هنا مش غلط، بس إحنا في التنفيذ ما بنشتغلش التصميم بالشكل هذا. هنا المسطح الجبس، مسطح الجبس هنا بكون يعني أنا هنا حتلاقي فرق كبير، أنا عملت هنا مسطح الجبس متساوي من كل الجهات. هنا في التنفيذ في التصميم مش غلط، بس فعليا ما حدش بنفذها في الواقع، هيك صعبة يعني في التنفيذ بتكون. هنا عندنا مسطح الجبس قدرته تقريبا المسافة بتكون 80 سم. هاد 80 سم احنا بنضيف عليها مسافة، نضيف فوقها مسافة الكورنيشة 2.5 سم، 12.5 سم. هاد 12.5 من وين عرفتها أنا؟ حتلاقيها بنرجع بناخدها من الكتالوجات التصميم، انا حتلاقوني ضايفه لكم اياها في الملف عندكم. يعني بيطلع المسافه كلها 92.5. هنبدا نشرح على البلان. في البدايه هنرسم مستطيل، هنبدا نسقط زي ما قلت لكم الجبس. اول حاجه الكورنيشه قديش مسافتها؟ زي ما هنا واضحة 12.5 سم، هتلاقوها في الكتالوجات لو رجعت للكتالوج اللي سلمنا إياه الباشمهندس. أوفست 12.5، أوفست 125 لأن القياسات بالملي، وبعديها إنتر هاخد الأوفست 80 سم. هاي الكتلة، هاي المسافة الأولية لمسطح الجبس. زي ما قلت لكم في التصميم هنا، هو هنا المسافة في الزوايا أقل، بس إحنا هنشتغلها متساوي من كل الجهات عشان نكون فاهمين إنه برضو فعليا مش كل حاجة في الـ 3D بتكون هي في الواقع، يعني في التنفيذ بيكون في فرق عن الصور الـ 3D. هنبدأ هاي اشتغلنا المسافة هذه وعملنا حساب الكورنيشة، واحنا عاملين اصلا زي ما قلت لكم كنت عامله حساب تجاليد الحوائط من البدايه. بعديها هنيجي نعمل اوفست سماكه المرايه، عندي هنا شو اسمه الاضاءه المخفيه، هنعمل اي مش مهم. قلت لك القائمه بتاعت الكومنت بعدين، الكومنت عشان هينفع اكتب الاختصارات وانا شايلها اختصارات مش هتطلع الاختصارات، مش هكتب معي اختصارات. تمام، حاجة أعمل الخطوة هذه لحد هنا فاهمين؟ الخطوة الأولى اللي هي وضع التجليد على الحوائط وشو اسمه العمق المسطح الجبس، إذا فاهمين اكتبوا واحد. أول حاجة تمام، تجليد الحوائط، عملت حددت الاماكن التجاليد الحوائط الاول اللي هي التجاليد اللي معمول الرخام البديل، البيت الستاره، التجاليد الخشبي اللي على الجنب الشمال، وبعد كده اخذت البول لاين بتاعت الفراغ وعملت التخانه بتاعت الكورنيشه، وبعدها التخانه بتاعت التصميم البانوهات اللي في السقف، خدت 80 علشان تيجي لللاب تفكيك هيتحط فوق السقف، فاخذت العمق 80. تمام، اتفضل. بعد هيك حنيجي نرسم سمكة المراية، عبارة عن إيش؟ سمكة الجبس عبارة عن أوفست 2 سم، أوفست 2 سم، إنتر، عشان ما تتوهوش نعطيها ماتش بروبرتيز. باشمهندس هي بتاخد لما أحذف الكومند
أنا صراحة بعرفش أشتغل من وين ما أشيل يعني لما أحسب الكومنت. كيف ممكن أرجع شريط الكومنت يا باشمهندس؟ دوسي بعد إذنك ممكن ترجعي القايمة تاني، هتدوسي كنترول زائد 9. كنترول كنترول زائد 9 تمام؟ ماتش ما جاب البلوتيس. هنيجي ناخد السمكة عشان نكون فاهمين الخطوات بالضبط. هذه سمكة الجبس، هاي من هنا لهنا، هاي أول مسطح الجبس. بعديها هنيجي ناخد هلقيت نعمل أوفست 10 سمكة المراية، أوفست 10 سمكة المراية. بعديها هناخد أوفست 2 سنتي سماكة الجيبس. ماج هتكون هيدن لاين. لحد هنا فاهمين الخطوات؟ هرجع عليها بشكل سريع. لو الخطوة دي تمام اكتب رقم 2 بعد ابنكم. تمام، همر على الخطوات سريعا عشان مش فاهم برضو، اللي هي في المرحلة الأولى أول حاجة هنحط جليد الحوائط على الحيطة، بعد هيك هنرسم سماكة مسطح الجبس زي ما قلتلكوا 8 سنتي و12.5 كورنيشة يعني 92.5 سنتي هتكون. بعد هيك هنرسم سماكة المراية هتكون 2 سنتي. بعد هيك هنرسم عمق الإنارة المخفية. الأربع خطوات الأولى هذه اللي شرحناها واضحة؟ اللي مش فاهم يكتب رقم 5. أي هيدن لاين اللي بتسأل، أي هيدن لاين اللي بتسأل عليه بالضبط؟ عمق الهيدن لاين 10 سنتي. أي هيدن لاين في هنا الهيدن لاين هذا اللي هو سمك الجبس حيكون 2 سنتي، اللي هو عبارة عن 18 ملي للجبس و2 ملي المعجون. وهنا إذا بتسأل على هنا السماكة الثانية، هذا الهيدن لاين اللي هي العاكس أو المراية المخفية اللي هي تبعت بيت الإنارة، نعملها التنتين هيدن لاين بتكون. لحد هنا في حدا مش فاهم خطوة من الخطوات الأربعة؟ اللي مش فاهم خطوة يكتب رقمها. لا، المراية هذه مصطلح بنسميه احنا بنطلقه في الشغل. هي المراية عبارة عن جبس بتكون، بس احنا بنسميها مراية. هي جبس سماكة ارتفاع 7 سنتي بكون داير لف. كل واضح؟ عند الخطوة اللي بعديها اللي هي هنبدأ من هنا نرسم القطاع اكس لاين. اكتب رقم 5 بعد اذنكم. لو تمام اكتب رقم 5. تفضل يا فندم. تمام اكمل. تفضل يا فندم. تفضل. هنيجي نرسم الخطوط. هذه سمكة الخرسانة، عبارة عن بحد السمكة الخرسانة قاعدة. عشان تكونوا فاهمين هعطيها لون زهري. هذه هنا سمكة الخرسانة، من هنا هاجي يعني سمكة السقف الأساسي، من هنا حبدأ الإسقاط. هنا بدي أسألكم سؤال، هنا قديش يعني كم مستوى للجبس تتوقع يكون؟ واحد تقريبا هنا حيكون 3 مستويات تقريبا، اللي هي مستوى هنا حيكون في عندي تكييف مركزي حيكون عبارة عن 3 مستويات. مستوى شو اسمه الكورنيشة حيكون لها مستوى، وفيها المستوى المسطح الجيبس، في مستوى اللي وفي المستوى هذا اللي حنغطي فيه ارتفاع الجبس العالي. هشارككم فيديو عشان
تفهم منه فكرة كيف الكونسيلر كيف بتنفذ عشان تكون فاهمين كيف حتصير خطوات الشغل. واضح الصوت؟ في صوت؟ مش لازم الصوت، ممكن الفيديو بس تفضل. لا ما هي حيكون في حيشرح بالصوت الكلام. هو ما فيش صوت. لا في صوت مش لازم الصوت، هم ما يصورينهم الفيديو بس عشان الوقت الدولي. ذو وحدتين، وحدة داخلية ووحدة خارجية. الخارجية عادة تكون فوق السطح أو معلقة في الجدار الخارجي للمبنى. بين الوحدتين تمديدات النحاس والأسلاك الكهربائية مثل لها مثل الإسبريت الجداري، وكذلك تصريف المياه، بالإضافة للمكيف الكونسل ديكت مصنع من الصاج المجلفن مقاوم للصدى سماكة 1 بوصة. فكرة التكييف أن المكيف بيضخ الهواء البارد داخل الديكتات فوق الجبس ومن الدكتات إلى البلينيوم بوكس عبر الفليكسيبل، ثم إلى اللينير جريل أو الجريلات والديفيزرات، ومن داخل المنطقة المراد تكييفها الهواء البارد بيأخذ دورته الكاملة ثم يعود إلى الجريلات الراجع ومنها إلى المكيف مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم. تمام، واضحة فكرة الجبس المورد حيكون مخفي مش حيكون ظاهر، يعني عشان كده احنا مش شايفينه في التصميم. اللي شغلة اللي كنت تعرفه هو احنا كمهندسين لما هنا بنيجي بنصمم مطلوب منا نراعي التكييف في شغلتين، انه انا يكون عندي ارتفاع كافي للأجهزة عشان اخفيها، وحيكون بكون شغال من 50 سنتي. وشغلة تانية اللي هي فتحة الجريلات، هذه الشغلتين اللي حنشتغلهم في التصميم. هنرجع تاني. تفضل. هو أنا فعليا لسه هشرحها، يعني هذه هشرحها في بحاجة أشرحها في الخطوات. حاليا هنبدأ نسقط بس إن نكون فاهمين إنه إحنا في عنا جيبس، فإحنا حيكون سماك السقف عنا حنشتغله 55 سنتي offset 55. offset وبعديها حناخد أوفست للمراية أوفست 20 سنتي. أعرف أجيب لي السم كده مثلا أوفست 20 ملي أو 2 سنتي. حنيجي هنا نقلل السماكة بس عشان تكون واضح بالنسبة لكم. صفر، خليه باللون الرمادي عشان نشتغل عليه. أوفست حنبدأ هالقيتة هلقيت أنا إيش اللي اشتغلته. عملت أوفست سماكة الجبس الكلية 55 سنتي، بعديها عملت أوفست سماكة الجبس 2 سنتي، بعديها هعمل أوفست 7 سنتي. هذه 7 سنتي عبارة عن إيش؟ سماكة المراية. كنترول زد أوفست 7 سنتي، هذه سماكة المراية. ليش أنا حطيتها 7 سنتي؟ لأنه أنا عندي الحلية هنا الفيوتك عبارة عن 7 سنتي اللي حستخدمها. برضو نرجع فيها للكتالوجات. أنا صراحة حط لكم إياها هذه ورسمها عشان أريحكم منها، هتلاقوها عندكم في الملف موجودة. بعديها حنبدأ هلقيتها نعمل بولي لاين بالأبيض ونشتغل من TR. لحظة TR انتر، نوصل الخطوط للحيطة، لازم خطوط الخزان تكون وصل للحيطة. بعديها حنبدأ من المحارة للمراية الداخلية، بعديها أوفست للسقف، بعديها للسمك الجيبس، بعديها حننزل للمراية، حننزل للجيبس الثاني، بعديها نطلع نعمل سمك المراية الخارجية 7 سنتي، بعديها حنرجع سي انتر. هاي رسمنا القطاع الأول، هعطيه سماكة عشان يكون واضح بالنسبة لكم. ماشي، هاي القطاع الأول هيك رسمناه. هنيجي نعمل ميرور للقطاع الثاني اختصارا للوقت. كمان اكتبوا رقم 7 بعد اذنكم، و
وهنعيد الجزء ده ثاني بعد ما بتكونفها خلاص القبضي طبعا. اوكي لحد هنا واضح؟ تمام. بعد هيك هنيجي نعمل offset. بعد هيك هنيجي نعمل offset شو اسمه لسمات المستوى الثاني للسائق. offset هيكون عبارة عن 20 سنتي. هذا المستوى ايش الهدف منه؟ يعني انا هلقيت طلع شكل الجبس، متخيلين شكل الجبس بالشكل هذا؟ يعني بشع تصميميا، بشع يكون سقوط جبس 50 سنتي. فانا حاجة اخذ offset 20، سماك 2 سنتي ماشي، عشان اعمل المستوى هذا عشان يقل معاي الارتفاع. لهنا واضح؟ لحد هنا واضح؟ تمام. ممكن توريها مستقل القطاع ده وفي الفيت الجاهز عندك عشان يتخيلوها بعد اذنك. تمام. هرجع امر على المراحل تاني. المرحلة الثانية هنشرحها هنا. أول حاجة هنرسم قطاع الخرسانة زي ما شفتوا بالشكل هذا. بعديها هنعمل offset 55 سنتي اللي هي عشان التكييف المركزي. بعدين هنعمل سماكة المراية 7 سنتي. بعديها هنبدأ نرسم الجبس، قطاع الجبس زي ما أنتوا شايفين. لحد هنا تمام؟ ممكن توضحي الكتابة اللي فوق بعد إذنك؟ يعني ممكن تنزل البلان تحت شوية عشان الكتابات الخطوات فوق تبقى واضحة اليوم بعد. تمام. إحنا حاليا وصلنا لحد خطوة 8. لحد هنا يعني تمام؟ يعني ملي زوم على الأول رقم 5 بعد كده 6 عشان يقروا الخطوات. لقيت خطوة 5 عبارة عن رسم قطاع الخرسانة. جاهزة؟ فهمتوها واضحة؟ الواحد يكتب رقم 1، يكتب رقم 5 رقم الخطوة. تمام. خطوة 2 عبارة عن اللي هي سماكة الجبس اللي هي 55 سنتي. ليش بنعملها 55 سنتي؟ عشان التكييف المركزي. واضحة هذه النقطة؟ رقم 6. رقم 6. تمام. بعديها أجينا وعملنا سماكة المراية والجبس. هنا سماكة الجبس 2 سنتي، بعديها المراية 7 سنتي. ليش 7 سنتي؟ عشان الفيوتك جبت من الكتالوج موجود 7 سنتي. واضحة؟ إذا واضحة نكتب رقم 7. ممكن توضحيها في صورة التصميم بعد إذنك؟ صورة الـ 3D عشان يبقى عارفين إيه المراية 7 سنتي، عشان هما مش فاهمين الحتة دي، يعني وضحيها بس في الـ 3D. في الـ 3D لحظة. هيو. الـ 7 سنتي اللي هي هذه المنطقة شايفينها؟ لحظة أشوف صورة أوضح. اوكي 7 سنتي اللي هي اللي انا هي لهذا شايف التجليده هنا الحليه، هي هذا 7 سنتي بحكي عليها. واضحه؟ لا لا تمام. هتلاقوها هنا بالشول، هيها 7 سنتي وفوقها الحليه. واضحه؟ اذا واضحه نكتب بعدين. هي رسمنا القطاع، هنيجي نرسم القطاع الثاني. نرسم القطاع الثاني، نعمل روتيت للبلان. طيب هستأذنك يا باشمهندس دقيقة واحدة، ممكن تعمل لي زوم على الصورة التصميم بعد إذنك؟ صورة على التصميم، الصورة الأولانية. هديك حاجة بسيطة بس على الملاحظات بتاعة باشمهندسة حنين. حضراتكم الفكرة اللي عملتها باشمهندسة حنين إن إحنا عندنا سقوط السقف 55. لو أنا ما عملتش مستوى تاني جبتن بورد اللي هي المستوى اللي فيه النجفة، الديزاين نسبة تناسب مش هيبقى مريح. فهي عملت أول حاجة اختارت الكورنيشة اللي هي المراية على حسب مئات الكورنيشة. يعني مثلا لو حضراتكم جبتوا كورنيشة مئاتها 10 سنتي يبقى المراية 10 سنتي. الكورنيشه مقاسها 12 سنتي ارتفاعها يبقى المرايه 12 سنتي. يعني انت بتربط المقاس المرايه على حسب الشكل الكورنيشه اللي حضراتكم اخترتوه.
بعد وش المرايه من فوق باشمهندسه خدت 20 سم عشان تحط السنتر الجريلا للتكييف في السنتر ال 20 سم، لان فتحه الجريلا بتبقى 12 ارتفاع 12 في 2 متر او ارتفاع 12 في متر ونص. وصلت الفكره؟ فعشان كده هي عملت قصه 20 عشان تبقوا عارفين هي ليه عملت 20. عملت 20 من بعد وش المرايه علشان التبريد بتاع التكييف لما يطلع من الوحده ما يبقاش في حاجه حاجز قدامها تمنع كفاءه التبريد. فخلت السنتر الجريل للتكييف من بعد وش المرايه بتاعت الكورنيش. ممكن تعملي ده مع المرايه دي على القطاع بعد اذنك او كورنيشا؟ ده مع المرايه دي بعد اذنك على القطاع؟ على القطاع؟ تمام لحظه. هي رسمها اشتغل؟ بص ازاي مع حضراتكم شايفين، شغالي بس القطاع بس بعد اذنك عشان انا متكسر دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين يعني باشمهندسه عملت المقاس الكورنيشا اللي انا قلت لحضراتكم عليها هنا. لو 10 سم ياخد 10 وبعد ال 10 ياخد 20. السنتر ال 20 يبقى السنتر الجريل في التكييف عشان التبريد بتاعت التكييف ما يجيش في المرايه بتاعت الكورنيش. تمام؟ فاحنا دايما بنحسب قيمه قيمه مكان الجريلا في القطاع. يعني دي مثلا لو كورنيش عندي 10 سم، تمام؟ من وش الكورنيش من فوق لحد سقوط الجبس 20 سم، السنتر ال 20 هو مكان الجريلا. في بعض المصممين لما بيجي يعملوا تكييف جوه المرايه بيعملوها من العمق من اول هنا، تلاقي التبريد حاجب الكفاءة التبريد بتاعة المكان، التوزيع ما يبقاش كويس. فدايما بنحسب السنتر الجريلا من بعد وش الارتفاع المرايه بتاعت البيتم. تمام؟ اتفضل يا استاذ بيتم. تمام اكتب رقم. لو تمام اكتب رقم 8 بعد. الفيو كيوب اختفى من عندي، مش عارفه كيف اجيبه. اتفضل يا استاذ. هنشتغل القطاع الثاني. Offset 550، بعديها نفس الخطوات بالضبط، بعديها Offset 2 سنتي. حاليا بس بدون مقاطعة معلش أنا آسف، في حاجة بس مهمة جدا، إن هنا في بيت إطار، المفروض إن المراية هنا تبقى كده عشان الجزء ده في بيت إطار. تمام؟ ما هي أنا هرجع أشرح أعدل عليها باشمهندس الجزئية هذا، أصلا مش هيكون شكلها هيك لما نحط الكورنيشة. بعديها أوفسيت أوفسيت 7 سنتي اللي هي للحلية، وهعطيها ماتش بروبرتس عشان تكون واضحة. معلش ممكن تعملي روتيت 5 خطوات يعني. وأنا بحكي الكيوب مش اختفى، مش عارفة وين راح. مش ظاهر عندك؟ خلاص ماتش. بعديها حاجي بعديها هنبدأ نرسم ال لحد هنا. فاهمين الخطوات هذه؟ هي تكرار الخطوات الأولى، إذا فاهمين حطوا رقم 5. لحد هنا كل إشي واضح؟ في خطوة محتاجين أعيد عليها؟ تمام. حنيجي هلقيت نرسم قطاع الجيبس من حنبدأ من الحيطة أوفسيت للمراية الداخلية، بعدين نطلع للسقف، بعدين حننزل كنترول زد نطلع للسقف، بعدين حننزل المراية حنعمل سمكة الجيبس، بعديها عمق المراية العمق المراية 10 بيت النور 10 سنتي، بعديها ارتفاع المراية 7 سنتي، بعديها سمكة الجيبس، بعديها هننزل ونرجع للحيطة سي انتر. لحظة انا في غلط. تمام مش مشكلة نعيده كل لاين انت. بعدين هنطلع لسمكة السائف، سمكة الجبس 2 سنتي، ننزل عمق بيت النور، بعديها سمكة المراية 7 سنتي 2 سنتي، بعديها هنرجع سي انتر ونعطي ماتش بروبرتيس عشان يكون واضح معك التفاصيل. هنعمل ميرور للناحية الثانية،
شكرا لحضراتكم جميعا، اتمنى اكون حضراتكم استفدتوا من تطبيق النموذج السادس الجزء الاول. في انتظار تطبيق حضراتكم في الكومنت في البوست المثبت على صفحتنا الفيسبوك ديوان وركشوب، وما تنسوش تقولوا رايكم برضو في الفيديو في الكومنت تحت الفيديو على اليوتيوب. هتلاقي برضو ملف عمل التطبيق الخاص بالنموذج الثالث داونلود تحت الفيديو على